سيدي، تعتبر موسيقات القوات المسلحة من أوائل الوحدات التي تشكلت في جيشنا العربي، حيث تزامن تأسيس هذه الوحدة مع بدايات دمار شرق الأردن عام 1921. نعم. والذي جاء بأمر من المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول بن الحسين. نعم. إيمانا من قيادتنا الهاشمية الحكيمة بدور الفرق العسكرية في رفع المعنويات وتعزيز الروح الوطنية لدى منتسبي القوات المسلحة الأردنية. جميل. نظرا للاتساع في مهام وواجبات موسيقات القوات المسلحة، تشكل عدد من الفصائل الموسيقية والفرق الموسيقية، حتى أصبح الآن لدينا 6 فرق موسيقية بالإضافة إلى فرقة الأوركسترا وفصيل الصداحين ومعهد موسيقات القوات المسلحة. في عام 1966 تأسست مدرسة موسيقات القوات المسلحة، والتي هي تعتبر الرافد الأساسي للموسيقيين، لرفد العازفين للفرق الموسيقية. وفيما بعد أصبحت هذه المدرسة معهدا يمنح درجة الدبلوم في الموسيقى، والذي هو يعتبر المعهد العسكري الأول في الشرق الأوسط. في عام 1981 تأسست فرقة الأوركسترا بأمر من جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال. في عام 2014 تنفيذا لتوجيهات جلالة القائد الأعلى القوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، تم تأسيس جناح الموسيقى النسائي في موسيقات القوات المسلحة لتعزيز وتمكين دور المرأة العسكرية وتمكينها من القيام بالواجبات المطلوبة منها. لعل أبرز المحطات في تطور موسيقات القوات المسلحة كانت الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك عام 2001 إلى موسيقات القوات المسلحة، والتي تعتبر نقطة تحول في تطور موسيقات القوات المسلحة، حيث كان لتوجيهات جلالة الملك آنذاك ودعمه لهذه الوحدة الأثر الكبير في التطور الذي حصل فيما بعد.